حبايب قلبي الحلوين، شايفين الكنافة البابلز دي؟ عملنا اكتر من 40 قطعة، بجد تحفة، طعم لذيذ جدا ومكونات اقتصادية ولذيذة كده وبسيطة جدا فوق ما تتخيلي. تشوفي الشكل تقولي ان هو حاجة كده واو، جاي من محل فاخر، بس بصراحة ما خدتش مننا تعب ولا اي حاجة. السلام تابعنا عليكم الفيديو ورحمة يلا. الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة بقى هنعمل الكنافة البابلز، حاجة كده جميلة جدا. معانا هنا كنافة بنحطها في الفريزر بالشكل ده عشان تبقى سهلة في الفرك بتاعنا. اول شي عايزة اجيبها طازة وعايزة تعمليها على السريع، بتقصقصيها بالمقص، بس بصراحة في الفريزر بتبقى احسن في الايه، في السرعة. هنجيب كده الكنافة هنفركها كده بالشكل ده، بالشكل اللي انت شايفينه ده، تفركيها كده. بصوا متاخدش اي وقت خالص كده اهو، تمسكيها كده حبة حبة وتفركي كده فيها كده، تقطعيها كده وتفركيها بالشكل البسيط ده. هنكمل احنا بقى كده، وايه خلي بنتي كده تعملها ونعمل مع بعض حاجة تانية. يلا هنجيب بقى هنا، مع ما الكنافة تتقطع وتتفرك، هنجيب هنا 2 كوباية لبن، ماشي، هنحط عليهم 4 معالق نشا، يعني 2 كوباية لبن عليها 2 معلقة نشا، فحسب بقى انتي ايه كمية انتي هتعمليها. ادي 1، بسم الله، 3، 4، تمام كده، يبقى حطينا 4 معالق نشا. هنحط هنا بقى كده زي ما قلنا، حطينا 4 معالق نشا على 2 كوباية ايه اللبن، هنقلبهم كده على البارد. النشا يا جماعة ايه تقيلة جدا، شايفين، هنقلبها كده كويس بالشكل ده. هنحط بقى عليها 2 معالق سكر بودر، نحط كده 2 معالق سكر او براحتك، يعني النسبة اللي انت عايزاها في السكر زي ما انت عايزة. وهنحط برضو عليها كريم شانتيه عندك، عايزة تعمليها كاستر، عايزة تعمليها بكريم الطهي براحتك. هنحط كده عليها 1/2 كيس كريمة، تمام بالشكل ده. ونحط بقى كمان فانيليا، بس الفانيليا دي لما تبقبق معانا على النار، بقبق كده معانا على النار، هنحط الفانيليا. دلوقتي هنقلب اللبن مع النشا مع الكريمة مع السكر كده هو على طول كده بالايه، بالمعلقة او بالمضرب اليدوي اهو، قلب كده بالشكل ده. وبعد كده على البارد، بعد كده هنحطها على النار، هنقلبها كده بقى على النار على السريع كده، ايدك فيها على طول، هنقلب كده على السريع، نقلب كده ايدينا فيها عشان خاطر ما تكتلش معانا. دي الكريمة اللي هنحشي بيها البابلز بتاعنا، كنافة البابلز بتاعتنا. طريقة سهلة جدا وجميلة، وفي النهاية الشكل هيعجبكم جدا زي ما يكون جايبينه من بره جاهز، اكنكم جايبينها جاهزة من بره بالظبط. اول ما تلاقيها لمت معانا هنطفي على طول، احنا عايزينها قوامها كريمي مش عاملة زي المهلبية، احنا عايزينها كريمي بس نقدر نشكلها، تمام، حاجة كده عسلية كده ولزوزة كده ولذيذة، بجد حاجة سكر. بصوا يا جماعة، اول ما وصلت للقوام الكريمي ده تمام، خلاص طفينا كده عليها، نكمل بقى وصفتنا في الكنافة. هنا بقى بعد ما فرقناها خلاص وبقت زي الفل كده خلاص، هنحط عليها 2 كبار أو 3 معالق كبار سكر، فاحنا وضحناها، هنقلبها بقى كده على بعض بس من غير اي حاجة، طبعا مش هنحط لها السمنة دلوقتي خالص،
احسن من كده. هنجيب بقى كده معلقة معيارية او هنجيب عصيرة الليمون عادي، مجيش قالك اتصرفي. بصوا، وهنجيب صينية مش مدهونة فيها اي حاجة، هنحط هنا كده كنافة بالشكل ده، حاولي توزني ايدك يعني متخليش ايه مكلكعة في النص ومن الاطراف ايه رفيعة، لا وزني ايدك بالشكل ده كده، نخليها كده ايه نملاها كده ايه فراغ من النص بحيث هنحشيها من جوه كده بالشكل ده كده اهي. نقعد ايه نضغط عليها كده تمام. بعد كده تروحي ايه جايباها كده اهو بالشكل ده، بالشكل اللذيذ ده خالص، وتروحي ايه حطها كده في الصينية بتاعتي بالشكل ده اهي. مش عارفة بقى هي ظاهرة معاك ولا ايه. ايه تمام، هنكمل بقى الباقي نفس الكلام. احنا مش هنحط سمن خالص دلوقتي، احنا هنكمل كده بقية الكمية، هعمل معاك واحدة كمان بعد كده هكمل يعني. هنخليها كده مفرغة من النص زي ما قلت لكم كده، تغطي تغطي فيها تغطي فيها، السكر مع الكنافة هيتلم اهو كده كده بالشكل ده اهو. تروحي ايه اهو بالشكل ده كده، تروحي جايباها كده سنه هتطلع معاكي بكل سهوله اهي تمام. هنكمل احنا بقى كده الكور بتاعتنا للبابلز ونرجع لكم. احنا بقى يا جماعه احنا خلاص خلصنا الصينيه بتاعتنا، شايفين تحفه، هنحطها بقى في الفرن من غير ولا سمنه ولا اي حاجه 10 دقايق بس، هتشد بس كده الكنافه مع السكر وهنخرجها نحط السمنه واحده 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 كده كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى يا حبايب قلبي حطيناها في الفرن 10 دقايق، طبعا طالعه بيضه اهي زي ما هي لسه طبعا ما استويتش، بس هي مسكت نفسها اديت بس ايه بصوا مسكت نفسها اهي. هنعمل ايه، هنجيب سمنه نسيحها وهننزل عليها نغطيها بالسمنه بالشكل ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده نغطيها كده كلها بالسمنة. محتاجنا سمنة تانية هنسيح، لازم تبقى متغلفة بالسمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احنا هنسيح سمنة كمان، احنا سيحنا حبة كمان اهم، هننزل عليها كده اهو بالشكل ده نغلفها خالص كده بالسمنه، يا دي اللي تدي القرمشه والطعم واللون الذهبي، لازم تبقى كلها كده ايه مغلفه بالشكل ده كده. هنرجعها تاني بقى الفرن لحد ما تحمر ونرجع لكم تاني. هنا يا حبايب قلبي طلعت اهي من الفرن حمرناها كده كويس، هننزل بقى عليها بالشربات. احنا حطينا الشربات في دي كده عشان خاطر ايه اهو بالشكل ده هي كده اسلم حل لو احنا مش عايزين نكتر، شايفين
هنسيبها بقى تبرد خالص وبعدين هنزينها مع بعض. هنجيب بقى طبولة كده نحط فيها الحاجات اللي احنا هنزين بيها. هنزل كده صديني، نحط عليه شوية زبيب بالشكل ده، شوية جوز هند، نقلبهم كده على بعض. ونحط بقى ايه، حرية الاختيار، عايز تحطي كراميل تمام، عايز تحطي شربات تمام، بس احنا هنحط هنا كراميل. كراميل مش عايزين زي يا جماعة. الحمد لله ربنا كرمه ونزل اهو. حط كده الكراميل عليه. انا اقلب بقى. نجمعهم كده على بعض. هنحط بقى جميع الكريمه اللي احنا عملناها بقى كده في الكيس بتاعنا. الكريمه بالشكل ده، هنجيب بقى كده الكنافة بتاعتنا الجميلة البابلز، ونزينها كده بالكريمة بالشكل الجميل ده. هنجيبها بقى كده اللي احنا جمعناها بالكراميل بتاعنا لذيذ. بصوا حاجة كده تحفة، اكنك جايباها من برا. بصوا شكلها تحفة اي. بصوا البابلز بتاعنا شكلها تحفة، ايه رأيكم؟ حلوة جدا. طيب هنكمل بقية البابلز بتاعنا، نرجع لكم تاني. هنا بقى يا حبايبي نيجي في اخر الفيديو. بصوا البابلز الكنافة بتاعتنا حلوة جدا، لذيذة قوي قوي قوي، وشهية وبجد تحفة. وايه بقى، اعمل نص كنافة وشوية سوداني وشوية زبيب، بجد تحفة. جربوها تعجبكم قوي. ولو مرة تشوفوني اشتركوا، لايك سبسكرايب. وعملنا كمية كبيرة جدا، بصوا عملنا الطبق ده الطبق ده، كمية حلوة قوي 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 زي ما انتم شايفين كده. بصوا حلوة قوي وشكلها جميل، وبجد تشرف وتحس ان انت جايباها من بره. واشوف وشوكوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.